والمغربي جاي راح ياكلكم، والمغربي جاي راح ياكلكم. سؤال، وين جمهور المغربي؟ بدك تشوف جمهور مغربي؟ إيه؟ العراقي إني أراكم. شوف أنا مغربي وبحب أهل العراق. نتلاقى إن شاء الله يوم 30 وإن شاء الله تكون مباراة حلوة بيننا. البطولة كلها إن شاء الله للعرب. الكرة تجمع الشعوب. صحيح صحيح. لا أنتم ربع الدول، إحنا ربع العرب. تحية لأهل العراق. المغرب راح يفوز في الملعب يا شيخ. سلام، هذا كلام حلو. قاضي البطولة العربية. جوعان الأسد جيبوا له مغربي. جوعان الأسد جيبوا له مغربي. جوعان الأسد جيبوا له مغربي. والمغربي جاي راح ياكلكم. والمغربي جاي راح ياكلكم. والمغربي جاي راح ياكلكم. والمغربي جاي. ان شاء الله وحده مراكش احلى وحده. ايوه وحده مراكش احلى وحده. طقوا الشروقية. طقوا الشروقية. الشروقية مليون. طبعا احنا بدنا ناكل التكتات حق الولد عم طبيعي اليوم مالتنا الشباب المجتمعين بدنا نوصل بعدهم مستمرين يعني بعد شوي يصير منتصف الليل. طبعا الشباب ليش مهتمين يعني حتى المحلات عزت المطاعم السسدة وطفوا ضوايات مال النافورة طفوا ضوايات البلدية الله يا عيني عليهم، حاطين العلم العراقي. عفي عليهم. هاي الفرحة جينا. هاي العلم العراقي هنا أنا وهاي الساحة. شكي ناس اللي أكلنا بيه فرحة. صح. نافورة. إيش بيها هاي النافورة كنا بيها البارحة. ساحة ومن شفنا العائلة العراقية اللي كنا قاعدين وياهم بالطوابق. كانوا قاعدين بصفنا سألناهم عن المدينة، قالهم وين نروح؟ هم عراقيين عايشين اليوم. فقلنا لهم وين نروح؟ شنو الأماكن؟ فحطين طونا يعني معلومات. بس واقفين بالساحة كانوا يجون يسلمون علينا. هلا جيت حلو. يعني ما أعرف شو أقول لكم، الشعور هيك نمشي نطقطق بالعراقيين. يعني نمشي ناس قاعدين يسولفون ويانا، نطب سوبر ماركت ناس يسولفوا. يعني سولفت شفت كمية عراقيين بهاي السفرة ما شايفتها بحياتي، من كل الطائفات.
من كل الأديان، من كل يعني عرقيات مختلفة، والكل مجموعين لسبب واحد، تشجيع المنتخب العراقي. هذا الشيء اللي جايين على موده وكل حب وهيجي. اسمع يا شباب.